اهلا بيكم من جديد، ولسه مكملين نهار جديد وفقرتنا الاخيره نقول حسن الختام عن موضوع مهم جدا. يعني الامن الغذائي هو يعد امن قومي، وخصوصا واحنا على مشارف مناسبه مهمه جدا زي عيد الاضحى. يعني الشعار الرسمي فيها بيكون دايما اللحوم، واقبال المصريين على مصدر مهم جدا من مصادر البروتين زي اللحوم. ده طبعا بيخلينا نشوف وبنعتاد على مجهودات كبيرة جدا بتبذل من قطاع مهم جدا في الدولة زي القطاع الزراعي، وزارة الزراعة واصلاح الأراضي، وأيضا قطاع الثروة الحيوانية. هنشوف النهاردة إزاي ممكن ده بينعكس على ميزانية الدولة، بينعكس على ميزانية المواطن المصري، واللي طبعا بيهمه بالدرجة الأولى الأسعار وتوفير الأسعار، واللي بيقضي على احتكار التجار بوجود منافسة مهمة جدا وتعاون وتضافر جهود كبيرة جدا من كمان جهات مختلفة زي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التموين ووزارة الزراعة. النهاردة هنتكلم عن الاستعداد الخاصة بوزارة الزراعة في عيد الأضحى من خلال ضيفنا العزيز مشرفنا ومنورنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور السيد أبو فندود إسماعيل، رئيس بحوث بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم، نورنا وشرفنا طبعا. ربنا يخليك يا فندم. النهاردة يعني موضوع مهم جدا. والله أنا بشكركم على اختيار التوقيت كمان، لان يعني مش تسيبوا الناس لغايه يوم العيد يحتاروا يشتروا الاضحيه منين. ده حقيقي. يعني بشكرك يا دكتور على وجودك معانا النهارده. نحاول ان احنا نطمن المواطنين على ابرز هذه الاستعدادات، وخلينا نقول بدايه كده، هل بدات الاستعدادات وليه طبعا توفير الاضاحي لعيد الاضحى من خلال وزاره الزراعه؟ نعم، هو حقيقه احنا بنشتغل من قبل كده بشهر مثلا، ان احنا بنعد الحيوانات اللازمه انها تباع في كاضحيه في عندنا. وزاره الزراعه فيها الحمد لله يعني فيها عندنا منافذ كثيره في وزاره الزراعه بتقوم بتوفير الاضاحي. عندنا قطاع الانتاج الحيواني في وزاره الزراعه بمحطاته المختلفه في المحافظات، وعندنا معهد بحوث الانتاج الحيواني ايضا بمحطاته المختلفه في محافظات عديده. جميل. الاثنين بيحاولوا يفرزوا الحيوانات، يعني يعدوا الحيوانات المخصصه للبيع كاضحيه، اللي هي طبعا تصلح كاضحيه من كل انواع الحيوانات الموجوده عندنا. ايه الجهات التابعه لوزاره الزراعه اللي يعني بتوفر هذه الاضاحي؟ احنا في عندنا مسارين فيهم، اللي هو قطاع الانتاج في وزاره الزراعه محطاته المختلفه، وعندنا معهد بحوث الانتاج الحيواني بمحطاته المختلفه. واحنا ضمن الاستعدادات ان احنا بدانا حاليا لو فتح باب الحجز اللي عايز يحجز اضحيه دلوقتي يقدر يتوجه الى معهد بحوث الانتاج الحيواني او قطاع الانتاج في وزاره الزراعه، يقدر ان شاء الله ربنا يسهل ويحصل على اضحيه بمناسبه ان شاء الله. بنتكلم على 2021، هل في اي ملحوظات السنه دي الاستعداد لعيد الاضحى؟ يعني الحقيقه احنا في وسط كوفيد 18 دي بقى اللي طالع ده، يعني طبعا ده عمل يعني تقليل الاتصالات شويه، اثر على ناس كثيره، حجم ناس كثيره، لكن في نفس الوقت احنا ما نقدرش ان احنا نتوقف، لان احنا لازم نوفر الاضحيه للناس في عيد الاضحى المبارك. لكن يعني كان في خبر مهم جدا كنا بنتكلم عنه يعني منذ ايام، وهو انه عندنا كمان نسبه كبيره جدا من الاستيراد استعدادا لعيد الاضحى من دوله شقيقه زي دوله السودان. النهارده ده هيساعدنا في الاستعداد لعيد الاضحى وتوفير الاضحيه؟ يعني هذا فعلا هو من ضمن المجهودات اللي بتبذلها وزاره الزراعه، انها بتمنح التراخيص والموافقات على استيراد الحيوانات، بالاضافه طبعا للاعداد الموجوده اصلا داخل جمهوريه مصر العربيه. فطبعا دي بتساعد الى حد ما في تقليل الفجوه مؤقتا في دخولنا على عيد الاضحى المبارك. جميل. سد الفجوه، وده مهم جدا بتسعى ليه طول الوقت وزاره الزراعه، وخصوصا ان احنا عندنا دايما عيد الاضحى الشعار الرسمي فيه هو اللحمه الاضحيه. ده حقيقي، فكل الاقبال بيبقى اقبال شديد جدا. نعم. ومن هنا هيجي سؤال لحضرتك، وهو انه الجهود اللي مبذوله اللي بتبذلها وزاره الزراعه لمنع احتكار التجار، وان يبقى في منافسه حقيقيه في الاسواق، وبالتالي ده بيعود على سعر اللحوم، وبالتالي النهارده بيسعد بشكل كبير جدا المواطن المصري. يعني احنا في وزاره الزراعه في معهد بحوث الانتاج الحيواني بنعمل في حاجتين، اللي هو ان احنا بنحاول ان احنا نوفر الاضحيه من خلال المنافذ الموجوده عندنا عشان نقلل من احتكاريه التجار اللي بيبيعوا الاغنام مثلا والاضاحي الابقار وغيرها والجمال وغيرها في عيد الاضحى.
وبالتالي يبقى ما يقدرش هو يعلي السعر عن الناس كتير. النهارده الاسعار برضو على فكره بمناسبه الاسعار بقى، يعني الاسعار النهارده اصبحت عاليه، والتاجر او المنتج اللي هو المربي بيجد نفسه بيبيع عالي لانه اصلا التكلفه اصبحت عاليه. التغذيه عاليه جدا دلوقتي، تكاد تكون التغذيه مثلا بتمثل 75% من كلفه المشروع. وبعدين في نفس الوقت الاسعار زادت في العلف جامد، وفي نفس الوقت مش قادرين نزود سعر اللحمه اللي المربي بينتجها. فطبعا دي خلت يعني اما المربي يربي ويخسر، طبعا دي احنا مش عايزينها، لكن عايزين يبقى في اتزان او توازن ما بين المصروفات والايراد المتوقع فيها. الاسعار المتوقعه الايام دي ان شاء الله على العيد زي ما احنا عاملين عندنا مثلا في معهد بحوث التاجر الحيواني، بالنسبه للاغنام احنا عاملين 60 جنيه للكيلو السنه دي. هي. بالنسبه للاغنام البرق بتبقى اعلى شويه، بتبقى 65. دايما البرق بيبقى مميز قوي، مميز شويه عشان قله الدهن اللي فيه موجوده فيه. نعم. افضل يعني. في عندنا بالنسبه للماعز عاملين 70 جنيه للكيلو. في عندنا بالنسبه للابقار عندنا عاملين 50 جنيه الى 55 جنيه في التراوح في الرينج ده كده. وبالنسبة طبعا للجمس بتكون أقل من كده، يعني بتكون 48-50 جنيه الكيلو بإذن الله. جميل جدا، وإنه يبقى النهاردة في يعني تخفيض للأسعار بالشكل ده للمواطن المصري رأفة بحاله، وكمان النهاردة بيقفل الباب على أي يعني تاجر أو أي جشع بيحصل في الأسواق. أيوة طبيعي، إحنا لما بنعلن على تسعيرتنا كده معناها إن إحنا بنخلي التانيين ما يقدروش يرفعوا عنها شوية. بس مع الاخذ في الاعتبار ان احنا عندنا برضو احنا عندنا اعدادنا محدوده مش قادره على انها المنافسه الجيده. لكن الدور اللي بتفعله الوزاره في الموافقه على استيراد حيوانات من الخارج هو زي ما قلت لحضرتك سابقا انه بيخفض شويه من صعود الاسعار على المواطن نفسه. ده بيخلينا بقى ندخل في محور اخر، وهو ايه هو موقف مصر من طبعا تعداد الخاص بنسبه الحيوانات في مصر؟ احنا يعني في مصر يعني الحيوانات الموجوده متوفره حاليا، في عندنا مثلا على سبيل المثال الابقار عندنا 5.5 مليون راس موجوده في مصر العربيه. بالنسبه للجاموس حوالي 1.5 مليون تقريبا. نعم. بالنسبه للاغنام عندنا 5.5 مليون راس موجوده حاليا. بالنسبه للماعز عندنا 4.2 مليون موجودين حاليا. وطبعا الارقام دي بتعلى نتيجه التوالد والتكاثر خلال العام، وبتنخفض نتيجه طبعا عمليات الذبح المستمره اللي بتحصل فيها. نعم. فدي الامكانيات المحليه بتاعتنا. طبعا احنا بنتمنى ان احنا ما نستوردش من بره، لان احنا طبعا لما بنستورد من بره معناها برضو بندفع عملات صعبه في الاستيراد، واحنا مش عايزين يبقى كده، لكن احنا عايزين نشجع المربي بتاعنا ونشجع المربيين ونوفر لهم الامكانيات بتاعتهم عشان يقدروا ينتجوا بسعر اقل وتبقى العمليه ماشيه عندنا بالنسبه للانتاج المحلي. اعتقد واحده من المكتسبات الحقيقيه للفلاحين والمربيين والمزارعين وهي مشروع البتلو. اعتقد مشروع البتلو النهارده يعني ممكن يحقق لنا الاكتفاء الذاتي ويقلل زي ما حضرتك ذكرت في سياق الكلام انه مشكله الاستيراد واللي احنا محتاجين ان احنا نقلل منها. فكلمني عن انعكاس يعني النهارده الايجابي لمشروع البتلو على الثروه الحيوانيه، وخصوصا ان احنا بنمر بمناسبات مهمه جدا زي عيد الاضحى النهارده، فبنبقى محتاجين كميه كبيره جدا من الاضاحي. يعني الحقيقه اشكرك، لان مشروع البتلو من المشروعات القوميه الكويسه، لانه بيحافظ اول حاجه ان احنا ما نذبحش عجول صغيره في السن، صغيره في الوزن. يعني اللي عندي العجل مثلا 100 كيلو حرام اذبحه، 80 كيلو حرام اذبحه، لكن انا لو ربيته وكبرته هيوصل 400 كيلو او يوصل 600 كيلو، يبقى انا هنا طبعا الزياده في الوزن دي طبعا انا بتقدر تغطي لي جزء كبير من الفجوه الغذائيه الموجوده عندنا. نمره اثنين ان هي الفلاح المصري او المربي المصري ممكن يربي حواليه كده في لمؤاخذه في الزريبه بتاعته او في الحظيره بتاعته يربي له 4-5 حواليه كده، وبالتالي بترفع الدخل بتاع الفلاح المصري عندنا، وبتدي فرص عمل برضو للشباب الموجودين انهم يشتغلوا. فدي بتبقى من المصادر الجميله جدا في تنميه الثروه الحيوانيه وسد الفجوه الغذائيه. ودايما الازمه الحقيقيه قدام اي النهارده مربي سواء كان صغير او يعني صاحب مزرعه وهو التمويل،
فاعتقد مشروع البتيلو كان نقطه مهمه جدا بيشتغل عليها هي التمويل، وان هو يقدر يوفر له قروض ميسره عشان يقدر ان هو النهارده يوفر رؤوس من المشاريع. هو صحيح، يعني وزاره الزراعه بتقوم بتوفير جزء اللي هو اقراض للمربين اللي عايزين يربوا مشروع البتيلو، وطبعا دي مشروعات حسيسه ومشروعات كويسه يعني. لكن هو اللي انا بتمنى ان احنا في ظل الجمهوريه الجديده لجمهوريه مصر العربيه ان احنا فعلا نرتقي شويه في افكارنا، نخرج خارج الصندوق شويه، ان احنا التكلفه الغذائيه زي ما بقول لحضرتك في الحيوانات بتمثل 75% من الكلفه بتاعتها. معظم الفلاحين او المربيين بيعاني من ارتفاع اسعار الاعلاف بجنون. النهارده الذره الصفراء وصلت 4500 جنيه للطن، فول الصويا وصلت 9000 جنيه للطن، وطبعا دولي انا مش هتكلم عن الحاجات الباقي لانها طبعا كتيره، لكن هنقول البندين دولي بالذات بيكلفوا كلفه جامده في التغذيه. طيب الحل اللي انا بقول عليه بقترحه ان احنا ان الدوله تتولى او وزاره الزراعه تتولى عمليه الاستيراد المباشر من دول المنتجه اللي زي البرازيل وغيرها، والى تعملها الى انها تستوردها في صوره صوامع استراتيجيه مثلا كبيره، بحيث ان احنا يبقى نقلل عدد الحلقات ما بين التاجر وبين المنتج في الاخر، وبالتالي دي هتوفر عندنا كتير جدا، لان فرق جامد جامد بين السعر في دوله المنشا زي البرازيل مثلا على سبيل المثال ووصول لجمهوريه مصر العربيه. انا عايز اشتريه فعلا بسعره زائد النقل بس، وطبعا الجمهوريه الجديده ممكن تقدر تعمل كل حاجه في الحاجات دي كلها، وبالتالي الحلقات الكتير اللي في النص دي هي اللي بتعمل ازمه السعر العالي بتعلي جامد. فلو قدرنا ان احنا نوفرها هنقدر ان احنا نشيلنا يعني واحد من اهم المعوقات اللي ممكن تعمل عمليه التضارب في الاسعار دي. دي الحاجات اللي هي المكونات بتاعه المواد العلف المركزه الاساسيه، بالاضافه طبعا لان احنا ممكن نلجا لانتاج الاعلاف الخضراء الكويسه اللي بتغذينا في فتره الصيف زي البوني كام على سبيل المثال. دي حاجه كويسه جدا، بتطلع حشيش عالي قوي، بتطلع كميه من انتاج كبيره في خاصه فتره الصيف اللي هي بتبقى في فقر في زراعه البرسيم موجوده في اراضي الفلاحين. يعني فتره الصيف او الموسم الصيفي بالذات بيبقى فيه يعني هنا لكل طبيعه او لكل موسم ليه طبيعته. نعم. فعندنا النهارده فصل الصيف، واحنا يعني بدانا فصل الصيف رسميا 21 يونيو. البرسيم خلص من الاراضي دلوقتي، في مشكله اصبح يبقى لازم يكون عندي بديل، وخاصه بالنسبه للحيوانات الحلابه محتاجه علف اخضر عشان خاطر تستمر وتثابر على الانتاج العالي للحليب فيها. تمام، عايزه اعرف توقعات حضرتك ايه بالنسبه لي. طبعا يعني السنه دي هيكون في اكتفاء ذاتي، وخصوصا يعني الطلب المتزايد على اللحوم في الاسواق هيبقى عامل ازاي؟ والله الحقيقه من الملاحظات طبعا هو في عندنا مشكلتين، يعني الحقيقه في ان الفلاح المصري النهارده عشان ارتفاع الاسعار الغذاء فهو بيحاول مجبر على انه يبيع حيواناته، فبيبيع الحيوانات يعني اما بقى لانه مش قادر يصرف عليها او انه عشان خاطر يستغل الموسم الحالي في سعر كويس بالنسبه للبيع، وبالتالي هيبقى ان شاء الله متوفر الاعداد اللازمه للناس انها تعمل اضحيه كويسه في العيد ان شاء الله. جميل، شايف ان النهارده كمان في تعاون من جهات كبيره وعديده النهارده مع وزاره الزراعه، ده كمان يعني ادى لهذه الوفره وهذا الاكتفاء، زي النهارده وزاره الدفاع والنهارده وزاره الداخليه بتوفير اللحوم في منافس كتير. الوزارتين دول اللي هم وزاره الدفاع ووزاره الداخليه بتساهم في المعاونه في سد الفجوه الغذائيه، لان احنا الحقيقه يعني عن طريق استيراد الحيوانات اللي هم بيجيبوها من بره دي فعلا بتتحدى السوق، بتنزل السعر، ولذلك بص لمنافس التوزيع النهارده في المحافظات المختلفه بتبيع باسعار يعني غير معقوله، يعني اسعار هاديه. نعم. منافسه طبعا للاسعار المحليه الموجوده عندنا. لكن انا في استراتيجيتي ان شاء الله اتمنى ان احنا نحاول ان احنا نرفع الناتج المحلي بتاعنا، عشان برضو الحاجات المستورده دي مستورده بالدولار. فاحنا عايزين برضو نخفض شويه دفع دولارات بره، ونخليها انتاج محلي يكون افضل ان شاء الله. خليني نقطه كمان، محور مهم جدا من المحاور اللي بيبقى دايما المواطن البسيط محتاج ان هو يطمن عليها، وهي دايما الدور الرقابي لوزاره الزراعه على هذه اللحوم وعلى مصادرها وعلى النهارده يعني الامان بالنسبه لاي مواطن النهارده هو بيشتري. فكلمنا كم المجهودات اللي بذل عشان توفير هذا الامان. الحقيقه يعني من ضمن مجهودات وزاره الزراعه ان الهيئه العامه للخدمات البطاريه بتوفر عندنا، بتشرف على مجازر متعدده في جمهوريه مصر العربيه
بيوصل عدد المجازر الرسمية يعني حوالي 215 مجزر رسمي، دول بيتبعوا الإجراءات الصارمة والصحيحة في الحفاظ على لحوم منتجة صالحة للاستهلاك الإعلامي. فدي طبعا حاجة كويسة جدا، اللي عايز يذبح بيروح يذبح في المسلخ الرسمي، وبالتالي طبعا بيضمن انه بيكشفوا مجانا على الحيوان، اذا كان في لا قدر الله في بعض الحاجات المصابه بيستبعدوها ويخرجوها بره، وبالتالي اللي هيوصل في الاخر للمستهلك هتبقى حاجه امنه باذن الله خاليه من الاعداء. بالاضافه للجزء الثاني بقى اللي بتعمله وزاره الزراعه عن طريق برضه الهيئه العامه للخدمات البيطريه، انها بتوفر طبعا الامصال واللقاحات في الفتره السابقه، وبالتالي نضمن ان احنا ان شاء الله الحيوانات الموجوده عندنا تبقى خاليه من الامراض بقدر الامكان، تبقى حاجه كويسه باذن الله. جميل جدا، والاشراف دايما اشراف وزاره الزراعه على يعني اللحوم ومصدرها ويعني مكافحه الامراض الخاصه بهذه اللحوم، والنهارده استبعد الحاجات اللي هي ممكن تكون مش سليمه، ده شيء مهم جدا بيخلي دايما المواطن المصري فيه ثقه، دايما هو بيشتري بشكل خاص من منافذ وزاره الزراعه دونا عن اي منفذ اخر. هو يعني المصادر الموثوق فيها دي من الحاجات اللي احنا بننصح فيها، يعني الواحد ما يشتري من واحد عارفه او واحد بيتبع الاجراءات الصحيه السليمه، فاكيد انه هياخد حاجه منتج كويس، غير لو راح اشترى مثلا من الشارع او من واحد مربي بيسموه تاجر يعني ماشي في الشارع كده، فانت ما انتش عارف الحيوانات دي بتاكل ايه، ما انتش عارف الحيوانات دي سليمه ولا لا، خدت الامصال ولا ما خدتش. النقطه بس اللي بوصي بيها النهارده ان احنا اللي يشتري ضحيه النهارده، احنا طبعا فاضل تقريبا حوالي شهر على العيد تقريبا، فاحنا الفتره دي كافيه باستبعاد او خروج التاثيرات الضاره للمضادات الحيويه لكل الحيوانات خدتها. لو ان الحيوانات خدت مثلا سي الحيوان مرض وخد مضاد حيوي، فهو المفروض ان احنا بننصح انه ما يستهلكش اللحوم دي قبل 15 او 21 يوم. فلو احنا لو اشترينا في الفتره دي هيكون افضل لنا لو استنينا لغايه يوم العيد او قبل العيد. وكمان التزاحم الشديد كل ما بيقرب العيد كل ما بيبقى في تزاحم، فاعتقد افضل كمان انا هضمن طبعا ان انا اشتري واطمئن ان انا عندي اضحيه، مش هفضل مستني بقى على كف عفريت بقى اشتري قبل العيد ولا ما اشتريش. فطبعا دي بتبقى حاجه توقيت كويس جدا، وكل ما اكون بدري، وتبكير دايما مهم قوي في كل الحالات، اعتقد يعني مساله امان، وخصوصا ان احنا النهارده اتكلمنا عن الاستعدادات بشكل كبير جدا اللي بتخلي في ثقه كبيره جدا عند المواطن المصري ان هو خلاص هيتجه للمنفذ الخاص بوزاره الزراعه، لانه عنده طمانينه كبيره جدا انه في وفره، انه في النهارده الامان. حضرتك عايز تقول حاجه؟ بضيف نقطه كمان بس، هو برضه لما بروح للمصادر الموثوق فيها، يعني حتى لما باجي اشتري حيوان فرضا ان انا بقدر وزنه كده بالنظر، لكن احنا عندنا بنوزن بالميزان الحلال، الكيلو كيلو مش يزيد ولا يقل طبعا، خلال التاجر بره ممكن انه يشحن الخروف مثلا يديله ميه زياده ملح زياده يملى بطنه ميه، يبقى بالتالي هيوزن وزن اكتر هو وزن غير حقيقي. طبعا دي من اساليب الغش اللي هي الموجوده، بيديله ملح وميه. فاحنا ما عندناش الحاجات دي ان شاء الله في وزاره الزراعه برضه. حضرتك اشرت لنقطه مهمه جدا، وهي من الحاجات اللي دايما بيبقى المواطن المصري دايما قلقان وخايف منها. اعتقد في وزاره الزراعه زي ما الدكتور وضح انه الموضوع بيبقى ما فيهوش اي خوف واي قلق، لانه بيبقى فيه ثقه كبيره جدا انه حتى في عمليه الميزان وانا باخد الاضحيه بتاعتي ببقى مطمن جدا ان هاخد اضحيه يعني كامله ما فيهاش اي نوع من انواع التحايل اللي ممكن يخليني بعد كده اكتشف ان هذه الاضحيه بوزن اقل كبير جدا من الوزن اللي انا اخترته عليه، وايضا الخاليه من الامراض اللي ممكن تنتقل للشارع الخروف. يعني في امراض معديه ممكن تكون مشتركه بين الحيوان والانسان تنتقل من خلال المصادر الموثوق فيها، بتكون طبعا هي اساسا ان احنا عاملين لها برامج الوقايه من الامراض موجوده في المحطات عندنا، وبالتالي بتبقى حيوانات امنه من الناحيه الصحيه. انا بشكرك يا دكتور على الطمانينه اللي النهارده اديناها كده لكل الساده المواطنين اللي بيشوفونا، واللي من خلالها ان شاء الله يكون يتبعوا التعليمات ونقدر ان احنا نبكر في عمليه الشراء، وخلاص احنا عارفين ومتعودين دايما، لان بنشوف دايما جهود واستعدادات من حضراتكم قد ايه فعلا قطاع الزراعه وقطاع الثروه الحيوانيه مليان بالكوادر والقيمه والقامه العلميه اللي فعلا بتخرج لنا النهارده اكتفاء ذاتي وانتاج عالي الجوده. بشكرك، ولازم يكون في لقاء تاني ان شاء الله نتكلم فيه تفاصيل اكتر بقى عن شكل الاضحيه وكيفية اختيارها.
كان معانا النهارده الاستاذ الدكتور السيد ابو فندود اسماعيل، رئيس بحوث بمعهد بحوث الانتاج الحيواني. بشكرك. انا بشكر حضرتك وبشكر قناه مصر الزراعيه، ودوما للامام باذن الله. بشكرك يا دكتور، وبشكر حضراتكم وبشكر زميلتي الجميله اسراء، ويا رب الى نلقاكم في لقاء جديد وحلقه جديده ونهار جديد. استودعكم عنايه الله وامنه الذي لا تضيع دعوه، والسلام عليكم.